السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، أبناء الأحباء، طلاب صف تاني دبلومة بمدارس الجامعة، المتميزين المتفوقين، حياكم الله وطيب الله أوقاتكم يا أولادي. نستأنف مسيرتنا في مادة لغتي الجميلة مع معلمكم عبد الرحمن بركات. نبدأ اليوم إن شاء الله في الوحدة الثامنة والأخيرة من الكتاب، وهي بعنوان أحب العمل. وكما تعودنا يا أبنائي، دائما تكون في مقدمة الوحدة بعض التدريبات البسيطة التي تهيئ عقلك وذهنك لموضوع الوحدة. الوحدة بعنوان أحب العمل، وهذا أمر طيب، لابد للمسلم أن يحب العمل وأن يتعود أن يأكل من العمل الحلال، كما ترى أنت والدك الكريم يذهب إلى الدوام ويعمل بجد واجتهاد طوال الشهر حتى يكون له راتبا ينفق منك عليه بالحلال. فانتبه يا ولدي، هذه الوحدة الهامة. المسلم الحق لابد أن يحب العمل ويجد في عمله حتى يأكل وينفق من حلال على نفسه وعلى أسرته. دعونا نبدأ بالحلول من صفحة 119. يكون هذا المقطع مخصص للحلول التي تكون في بداية الوحدة. هنا يا ولدي، أصل صاحب المهنة في القائمة الأولى بما يناسبه في القائمة الثانية. هنا صاحب المهنة يستخدم أدوات من هذه القائمة، وأنت بذكائك تستنتج أي أداة يستخدمها صاحب المهنة في هذا العمود. دعونا نرى الحل الأول. هذا هو الطبيب، يستخدم سماعة الطبيب. هذه تعمل في السكرتارية أو في الأعمال الحسابية أو ما شابهها، فتستخدم الحاسوب. هذا مصور فوتوغرافي، يستخدم الكاميرا. هنا موظف في معمل التحاليل، يستخدم الميكروسكوب. ننتقل إلى الصفحة التالية، صاد 120. المطلوب هنا يا ولدي أن تكتشف الاختلافات الخمسة بين الصورتين. هنا صورة وهنا صورة وهنا صورة وهنا صورة. في هذه الصور اختلافات رغم تكرار الصور. دعنا نرى الاختلافات ونضع عليها دائرة تميزها هكذا. هنا الاختلاف الأول بين الصورتين، هنا الاختلاف الثاني، المقص هنا في يد من يقوم بالحلاقة، هنا المقص موضوع على المنضدة، هنا صورة الواقف كانت تنعكس من النافذة، هنا لا تنعكس. في هذه الصورة هذا الذراع للولد الثالث، هذا الذراع موجودا، هنا ليس موجودا، فهنا أضيف شخص آخر إلى الصورة. هذه الوردة هنا لم تكن موجودة هنا، أيضا هذا المصباح المعلق لم يكن موجود هنا. ننتقل إلى الصفحة التالية، وهي صفحة 121. فقط نقوم بحل الجزء الأول من الصفحة، وهو ترتيب مراحل خياطة الثوب. نعم، هكذا يكون الثوب أولا. يقوم الترزي بقصه ليكون على المقاس المطلوب، ثم يجلس على الخياطة، وفي الأخير يكون الثوب جاهز للاستخدام. الصفحة التالية يا ولدي، وهي صفحة 122. هنا أنت تستمع ثم تستنتج. في حديقة الأزهار
كانت فراشة صغيرة تطير من زهرة إلى زهرة. الصورة الثانية: وبينما هي تلعب وتمرح بين الأزهار قابلت صديقتها النحلة العاملة. الصورة الثالثة: فقالت لها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردت النحلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصورة الرابعة: الفراشة: أراك اليوم نشيطة وسعيدة مثلي، تعالي لنمرح سويا ونطير بين الأزهار. الصورة الخامسة: ردت النحلة: أنا أحب أن ألعب معك يا صديقتي، ولكنني لا أستطيع اللعب الآن. الصورة السادسة: الفراشة: لماذا لا تستطيعين ذلك؟ هل أنت غاضبة مني؟ الصورة السابعة في صاد 123: النحلة: لا يا صديقتي، ولكنني أعمل الآن لأجمع رحيق الأزهار، ثم أتعاون مع رفيقات النحلات العاملات لنصنع العسل اللذيذ. الصورة الثامنة: الفراشة: وكيف سألعب وحدي؟ النحلة: لن تلعبي وحدك، سألعب معك، ولكن بعد أن أنتهي من عملي. الصورة التاسعة: الفراشة: أنا موافقة، سأنطلق لأعمل بنشاط مثلك. الصورة الأخيرة: النحلة: أحسنت يا صديقتي، وتذكري أن تعملي بجد وإخلاص، فالله يحب المخلص في عمله. كانت هذه يا ولدي قصة بسيطة بين الفراشة والنحلة في حديقة الأزهار. أرادت الفراشة أن تلعب، لكن النحلة أخبرتها أنه لا يمكن أن نلعب في وقت العمل. تذكر هنا يا ولدي أن تستفيد دائما من وقتك وأن تعطي كل شيء حقه. أولا أعمل وأجتهد، ثم أذهب للعب والترويح عن نفسي. المسلم يستفيد من وقته ويقسم أوقاته: وقت العبادة لله سبحانه وتعالى، وقت بر والدين ومساعدة أبي وأمي إن استطعت، وقت المذاكرة والعمل والجد والاجتهاد، وبعد ذلك اللعب إن تسنى لك ذلك. نقوم هنا يا أبنائي بحل الأسئلة. السؤال الأول هنا، هنا أجيب شفاهيا، أي تجيب شفاهيا كما سأفعل أنا الآن. ردد معي يا ولدي. السؤال: كم عدد الشخصيات التي تحاورت في النص المسموع؟ عدد الشخصيات التي تحاورت في النص هو 2: النحلة والفراشة. هنا نضع علامة الصواب أمام الاختيار المناسب. السؤال الأول: قالت النحلة للفراشة: أحسنت يا صديقتي، وتذكري أن تعملي بجد واجتهاد، إخلاص، نشاط. نرى الحل. الإجابة هي إخلاص. وتذكر يا ولدي أن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل المسلم عملا أن يتقنه ويكون مخلصا فيه. السؤال الثاني: من قابلت الفراشة، النحلة العاملة أم ملكة النحل؟ قابلت الفراشة النحلة العاملة. السؤال الثالث: ماذا طلبت الفراشة من النحلة؟ أن تساعدها في جمع الرحيق، أو أن تطير معها بين الأزهار؟ الحل: أن تطير معها بين الأزهار. صفحة 125، لازلنا مع نفس السؤال، نضع علامة الصواب أمام الاختيار الصحيح. هنا: تركت النحلة عملها وأخذت تلعب مع الفراشة، أم ستلعب النحلة مع الفراشة بعد أن تنتهي من عملها؟ الإجابة هي
الثانية. السؤال الأخير، أستمع وأضع علامة الصواب برضو، لازلنا مع نفس السؤال. أي الأسماء الآتية لم يرد في النص؟ يعني هذه الأسماء فيها بعض هذه الأسماء لم يأتي في النص الذي استمعت إليه: زهرة، نحلة، فراشة، سيارة. الاسم الذي لم يرد هو السيارة. هنا مع النشيد الذي نختم به هذا المقطع، وبالتالي نختم به مدخل الوحدة الثامنة، النشيد عن العمل. وكما ذكرت لك في المقطع أنك لابد أن تعمل بجد واجتهاد وإخلاص، لأن هذا يحبه الله تعالى في عباده وخاصة المسلمين. أدعك الآن تستمتع بالاستماع للنشيد وهو بعنوان يحيى العمل. احمل الفأس وهيا نزرع الأرض سويا، احمل الفأس وهيا نزرع الأرض سويا، سوف أجني بيدي ثمرا منها شهيا، فاحمل الفأس وهيا، فاحمل الفأس وهيا، في غد تزهو الحقول ذاك قمح ذاك فول، في غد تزهو الحقول ذاك قمح ذاك فول، كل ما فيها جميل سوف ينمو ويطول، كل ما فيها جميل سوف ينمو ويطول، فاحمل الفأس وهيا أيها الفلاح صبرا قد ملأت الأرض تبرا، أيها الفلاح صبرا قد ملأت الأرض تبرا، لا تقل لم أجز خيرا إن عند الله أجرا، لا تقل لم أجز خيرا إن عند الله أجرا، فاحمل الفأس وهيا هيا 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 هيا. كان يا ولدي هذا النشيد بعنوان يحيى العمل، أي العمل هو من أهم الأشياء في حياة الإنسان وخاصة المسلم. واحمل الفأس هنا النشيد يخاطب الفلاح الذي يحمل الفأس ليزرع الأرض التي نأكل منها، وعندما يعمل بجد ويعمل فأسه في الأرض تطرح لنا الأرض الحقول والقمح والفول، وينتظر الإنسان دائما الأجر من الله سبحانه وتعالى. فأنت تأخذ على عملك أولا إن أخلصت فيه وأتقنت الأجر من الله سبحانه وتعالى، ثم راتبك الذي تستحقه في الدنيا. هنا يا أبنائي قبل أن أختم نقف على بعض معاني الكلمات. كلمة أجني تعني أجمع، أجني بمعنى أجمع. كلمة شهيا بمعنى لذيذا، شهيا بمعنى لذيذا. كلمة تزهو بمعنى تغدر، تزهو أي تغدر. كلمة تبرا بمعنى ذهب، التبر هو الذهب. وكأن الفلاح حين يعمل فأسه في الأرض ويزرع ويجد ويجتهد يحول الأرض الفقيرة الجباء إلى أرض من ذهب بسبب ما أخرجه من المزروعات المفيدة التي نأكلها ونستفيد بها. بهنا يا أولادي ينتهي مدخل الوحدة الثامنة، ونبدأ في اللقاء القادم في الدرس التالي إن شاء الله، وهو بعنوان أحب أن أكون. حياكم الله وجزاكم الله خيرا، وستجدون إن شاء الله الواجب المطلوب مرفق مع هذا المقطع كتابيا. كان معكم معلمكم عبد الرحمن بركات، أترككم في رعاية الله وحفظه وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.